بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده فيديو معانا جديد عن طريقه قلنا تقطيع الخشب بالمنشار الاسطوانه، تمام. وفي نفس الوقت انت بتعمل اشاره بلوح خشب، عشان خاطر يطلع معاك القطع سليم نظيف زي اللي بيجي الاصلي في اللوح. طبعا احنا هنا كنا بنشتغل ببوكوليز اللي هو العادي، تمام. فطبعا ما كانش دقيق شويه، فاحنا جبنا البوكوليز اللي هو الديجيتال ده اي بي تي، تمام. ده بيعمل 650 جنيه سعر اليوم، 650 جنيه ديجيتال 30 سنتي، تمام. فده سعر اليوم، يعني طبعا الاسعار كلها بتتغير كل شويه، وجاي معاه حجر اضافي عشان لو الحجر فضى جاي معاه واحد زياده اضافي، وده الكتالوج بتاعه، تمام. فالنهارده هنشتغل بالترمومتر ده، هنعرفكم يعني الفيديو ده هيبقى حاجتين، طريقه التقطيع وازاي نعرفكم البوكوليز، ازاي العمل بالبوكوليز الديجيتال. البوكوليز الديجيتال اللي هو الاي بي تي ده، في زر هنا اوف اون بيشغله ويقفله، وده بيدي الزيرو، يعني لو حصل ان هو مثلا مقفول كده في الاخر كده اهوت، ومديك اللي انت فتحته وكان مفتوح سنه كده، يعني هو لو مفتوح كده وقفلت وفتحت هيديك، ممكن يديك زيرو، او تتلاقي في فرق هنا بسيط ومديك ارقام. فانت عايز تصفره بتدوس هنا، يعني زي ما احنا قافلين هنا كده ومديني رقم، بدوس هنا بيقوم مصفرني بيديني زيرو، تمام. بعد كده هو باجي، انا قلنا عندي قبل كده ان المنشار الاسطوانه بتاعي ده اللي هو الكراون ال 7.25 بوصه، المسافه بين هنا والقص 37 مللي، المسافة بين هنا والزيرو بتاع القص 37 مللي. فأنا طبعًا أنا عايز أقطع مثلًا دلوقتي حتة 20 سنتي، أنا عايز أقطع حتة من اللوح ده 20 سنتي، فأنا بقوم عامل إيه؟ بقوم جاي، يبقى أنا 37 مللي و20 سنتي هيبقى 237. أدي 20 سنتي وهعمل 37، هذه 30، 35، 36، 37. طبعا بيبقى فيه كسور قوي، يعني دي ما مش هنهتم بيها قوي، بنحاول نقرب على قد ما نقدر. 37 ده 37.7 عندي، مش مشكلة، تمام. وبنوقف المقاس بتاعنا، تمام، بنربطه من هنا عشان ما يتحركش، تمام. انا بعد كده بجيب اي لوح عندي يكون عدل نظيف، عدل ما يكونش فيه اي انعوجات، لوح يكون كده عدل ما فيهوش اي انعوجات، وبجيب مشابك للتثبيت، تمام. طبعا انا هعمل حاجه تانية ان شاء الله قريب، هعمل حاجه تانية اللي هي المسطره عشان تريحني عن الفيلم ده كله، يعني هتبقى احسن من البوكوليز، انا هقيس عليها واشتغل عليها على طول ان شاء الله، هنزلها لكم المسطره كده. قست انا 37 وامسك بالمشبك، هروح الناحيه الثانيه برضو هقيس 37 وهمسك بالمشبك. بعد كده اهو باخد المنشار وابدا اقص، عايزين نتاكد بقى من القصه بتاعتنا، تمام. طبعا انا لو هشتغل هقص كتير شغل كتير، يبقى انا في الحاله دي هبقى مثبته كده واقيس بيه كده على طول، لكن انا حاليا مش هقص حاجه ثانيه دلوقتي، فانا عايز اقيس المسافه دي، هل اداني ال 20 سم اللي انا عايزها ولا لا؟ 20 سم و 38 من 10، تمام؟ كده انا خدت ال 20 سم اللي انا عايزها. في الحاله دي انا بريح نفسي بدل ما اقعد
كل شويه اقيس 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 وكده اخدت المقاس بتاعي على طول. انا قست بدي في 37 مللي وبقص على طول 37 مللي وايه وقطع على طول هتديني الصافي بتاعنا. دي مقاس 37 مللي بتاعتي المنشار. طبعا هنقص بقى دي كده اهو. واضح معانا القصة شكلها ايه؟ كأنك قاطعها على منشار طاولة منشار تمام؟ فيا ريت كده هوت يكون الفيديو القصير ده كده عجبكم. احنا وريناكم ازاي تستخدم البوكليز وتظبط بيه المقاسات بتاعتك وازاي تقطع مقاس طولي بالطول اللي انت عايزه. انت ممكن لو عايز تقطع بطول اللوح 244 بس طبعا هتشوف لك حاجه تكون عليها طولها 244 وهتشتغل بالنظام ده على طول ويريحك لما تضطر تروح ورشه عشان تقطع قطعه زي ديت ويقول لك 10 جنيه تمام. يا ريت يكون الفيديو النهارده القصير ده عجبكم وان شاء الله ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتتابعونا عشان يوصلكم كل المعلومات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.